تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تنفيذا للمراسيم الرئاسية الموقعة من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والقاضية بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، أدى اليوم أعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية بالمحكمة العليا. الجلسة ترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا طاهر مموني، وجرت بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضايا والقضائية بعلام بعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة مفتوحة لأداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية. سيد الرئيس، عملا بأحكام المادة 86 بعد 100 من الدستور، وبعد الاطلاع على الإرسال الوارد من السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر 2021 تحت رقم 676 المتضمن تأدية اليمين للسيدتين والسادة الآتي ذكرهم كرئيس وكأعضاء للمحكمة الدستورية، وهم السيد عمر بالحاج رئيسا، وكأعضاء كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله، مصباح مناس، جلالي ميلودي، أمال الدين بولنوار، فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أسوكين، عمار بوضياف، محمد بوفرطاس. وعليه نلتمس منكم سيدي الرئيس أداء اليمين الدستورية للمذكورين عليه لتمكينهم من أداء مهامهم، كما نلتمس منكم أمر السيد أمين الضبط تحرير محضر إشهاد عن ذلك يرجع إليه عند الحاجة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب العام. بناء على المراسلة رقم 676 الصادرة عن رئاسة الجمهورية الأمين العام بتاريخ 16 نوفمبر 2021 والمتضمنة عقد جلسة احتفائية لتأدية الأمين الدستورية للسيدتين والسادة أعضاء المحكمة الدستورية تنفيذا لأحكام المراسيم الرئاسية رقم 21453 21454 و21455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021 بعد الاستماع إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا في التماساته المتضمنة تأدية اليمين الدستورية طبقا لما ورد في المراسلة المذكورة وطبقا للمادة 186 من الدستور، أتلو على السيدتين والسادة أعضاء المحكمة الدستورية نص اليمين الوارد في هذه المادة، وأطلب من كل واحد منهم التقدم أمام هيئة المحكمة العليا وتأدية اليمين بالقول أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. الأعضاء: السيد الرئيس عمر بن الحاج، أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية. السيد الرئيس عمر بن الحاج ليتلو اليمين. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك، والله على ما أقول شهيد. السيدة ليلى عسلاوي، أقسم بالله العلي العظيم على ذلك.
أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد مصباح مناس. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد بحري سعد الله. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد أمال الدين بن نوار. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد ميلودي الجلالي. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيدة فتيحة بن عبو. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد عبد الوهاب خريف. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد عباس عمر. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد عبد الحفيظ أسكين. أقسم بالله العظيم على ذلك. السيد عمر بوضياف. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. السيد محمد بوفرطاس. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. وفي الأخير أطلب من السيد المكلف أو المشرف على أمانة الضبط المركزية للمحكمة العليا تحرير محضر بالواقعة للرجوع إليه عند الحاجة، وشكرا للجميع والجلسة مرفوعة. بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس عن إجراء حركة جزئية للولاة، حيث تم تعيين كل من السادة أبو بكر الصديق بوست واليا لولاية تيبازا، مصطفى أغامير واليا لولاية ورقلة، وأحمد بالحداد واليا لولاية إليزي. في النشاط البرلماني، يعقد المجلس الشعبي الوطني في هذه الأثناء جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. الجلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية، النقل، الموارد المائية والأمن المائي والصحة. صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية ومادة بمادة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضرها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على مراسم إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف للعشرين نوفمبر من كل عام. وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة وعدد من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات وطنية وأممية. ويجري هذا اللقاء تحت شعار الطفولة الجزائرية مثابرة وإبداع، وبادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. كما يتم تنظيم معرض لإبداعات واكتشافات الأطفال في مجال الذكاء الاصطناعي ونظرائهم من دول أخرى، إضافة إلى نشاطات ولقاءات تفاعلية عبر تقنية التحاضر عن بعد. وبالمناسبة، أكد الوزير الأول وزير المالية عزم الدولة على رعاية اختراعات الأطفال من المشاريع المميزة، داعيا إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
لا يفوتني بهذه المناسبة الإشارة إلى ما يشهده العالم اليوم من ثورة تكنولوجية منقطعة النظير وتغيرات كبيرة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حياة الطفل ومساراته الدراسية والنفسية والصحية والعلائقية داخل الأسرة وداخل المجتمع نفسه. لذا ينبغي علينا أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار لرسم رؤية جديدة تتماشى وطموحات بلادنا لبلوغ الهدف المنشود بخطى ثابتة نحو تنمية مستدامة بإشراك جيل المستقبل. فضلا عن ذلك ينبغي مرافقة الأساسيات اليومية المكرسة لحقوق الطفل من تعليم وصحة وتربية ببرامج حياتية مدمجة ومكيفة حسب القدرات الذهنية والبدنية للأطفال للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة لتكون نماذج مميزة في صناعة المستقبل. وفي الأخير أدعو الجميع إلى مواصلة الاهتمام بقضايا الطفولة في بلادنا بتثمين مكتسباتها والعمل على تعزيزها لضمان بيئة سليمة وآمنة وحاضنة لأبنائنا وبناتنا وبالتالي ضمان مستقبل أمتنا بخزان من المواهب والقدرات والكفاءات لرفع التحديات وربح رهانات المستقبل في تحقيق تنمية مستدامة شاملة. تدرك اليوم الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية البلدية والولائية المقبلة يومها 15، وفي اليوم 14 اشتد التنافس بين المترشحين للظفر بمقاعد تؤهلهم لتسيير الشأن المحلي. وليد زروق. أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني بالنيابة أن الهدف من مشاركة حزبه في الانتخابات المساهمة في تثبيت أركان الدولة، وعلى المواطنين تعزيز هذا المنح من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع، وذلك خلال تجمع شعبي له بولاية تيارت. أما ولاية الطارف فاحتضنت تجمعا شعبيا لرئيس حزب الوسيط السياسي الذي أكد أن المنتخب في المحليات المقبلة ملزم بالتحلي بروح المسؤولية كونه يستمد قوته من الشعب الذي توجه بهذه السلطة. الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومن ولايتي سطيف وباتنا دعا إلى بناء حزام سياسي يضمن اللحمة الوطنية مهما اختلفت البرامج والرؤى والتوجهات بين كل التيارات السياسية. كما دعا رئيس حزب جبهة المستقبل من ولاية سعيدة خلال تجمع شعبي له دعا إلى توسيع صلاحيات البلديات من خلال نصوص قانونية تحرر لديها روح المبادرة دفعا للتنمية المحلية والاقتصادية. ومن ولاية بلعباس أكد رئيس حركة البناء الوطني على ضرورة المشاركة القوية في الانتخابات المحلية المقبلة لاختيار الأصلح في قيادة المجالس البلدية والولائية. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وبعد التذكير بالتاريخ النضالي لكل من ولايتي بجاية وجيجل نوه بدور المنتخبين المحليين في التنمية المحلية خاصة بهذه الولايات التاريخية التي تزخر بمؤهلات كبيرة. محاربة الفساد والدفع بالتنمية الشاملة لتطوير البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين هو ما التزم به رئيس حركة مجتمع السلم خلال تجمع شعبي نشطه بولاية الوادي. أما بولاية برج بعريريش فدعا رئيس حزب الفجر الجديد إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية بما يخدم التنمية، مؤكدا أن دور المنتخبين المحليين يجب أن يتضمن حلولا لمختلف الانشغالات. رئيس حزب صوت الشعب أكد أن حزبه يؤمن بمبدأ التداول على السلطة ويملك إرادة سياسية للتغيير الهادئ الفعال داعيا إلى استرجاع الثقة بين الشعب والمنتخبين، وذلك خلال تجمع شعبي نشطه بولاية أم البواقي. ومن ولاية الجلفة أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر أن التنمية المحلية بكل المناطق النائية ضمن استراتيجية أساسها الاستقرار الحقيقي للجزائر هو ما يطمح إليه حزبها ضمن برنامج المحليات. رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة ومن ولاية تبسة أكد أن نزاهة الانتخابات هي الطريق الوحيد لتعود الثقة من جديد بين المواطن والهيئات المنتخبة، وهي المحفز للمشاركة القوية في كل استحقاق. ومن ولاية الجلفة طالب رئيس حزب جيل جديد بضرورة التكفل بانشغالات الموالين والمربين الذين يعانون من عديد المشاكل التي تعرقل نشاطهم الرعوي، كما دعا إلى حسن اختيار المنتخبين المحليين.
الأمين العام لحزب الكرامة وفي لقاء جواري له بالعاصمة حث الحاضرين على التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاستكمال البناء المؤسساتي الذي يطمح إليه كل الجزائريين. والمواطن يدعو إلى التكفل بانشغالاته في مختلف المجالات الحيوية. سعيل يتلفتوا للشعب برا مناطق الظل هذه وشوفوا فيهم، هذه هي. والانتخابات واجب، انتخابات واجب علينا ننتخبوا، عندنا الفوط، عندنا كل شيء. الانتخابات تاعنا كل عام، وين ما تجي الانتخاب نروحوا نفوتوا ننتخبوا. احنا الله يجعل اللي ننتخبوا عليه يكون ود حلال ويخدم البلاد ويخدم الريف ويخدم مصالح العامه. هذا هو اللي نحوسوا عليه. احنا نحوسوا على مير يخدم لنا البلاد، يروح للمريض، يروح للعريان، يروح اللي ما عنده حد، يروح للمحتاج. احنا نقولوا اللي فيه الخير الله ينصره والله يجيبوا له، ورانا ننتخبوا عليهم بالصح لكن يوفونا بالوعود تاعهم. نتمنوا هاد الناس يكونوا في المستوى، يعني يكونوا الناس يعني نزيهين لاباس عليهم، ويكونوا يعني يخدموا البلاد، ها يخدموا البلاد، ويكونوا زعما يتهلاو في الناس الضعفاء ويتهلاو في الناس المساكين. ننتخب جميعا ونطلب من المواطنين والمواطنات ساكنة ولاية أضرار أن يخرجوا بقوة إلى هذه المحليات، وتكون نقطة بداية تحول جديد بالنسبة للمجالس المحلية البلدية والولائية، وتكون الشراكة الديمقراطية، الشراكة الديمقراطية التي تبنى على أساس الثقة المتبادلة ما بين المواطن والمسؤول. يكون مثلا إنسان يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤوليه ويشوف طبعا النقائص الموجوده في المجتمع تاعنا، ويحاول بقدر المستطاع باش يلبي رغبات هذا المجتمع. والله يوفق، وان شاء الله ننتخبوا على الراجل الزين اللي يخدم البلاد. انتخبنا وانتخبنا وانتخبنا، بصح بربي ذا الخطره ان شاء الله ما يكونش، ما يخيبوش ظننا. إلى تقلبات الطقس الآن، حيث تشهد عديد ولايات الوطن تساقطا معتبرا للأمطار مما يتطلب الحيطة والحذر. ولمزيد من التفاصيل حول التنبؤات المقبلة تلتحق بنا على المباشر سونيا جاسي من مقر الأرصاد الجوية بدار البيضاء. سونيا، ما هي التوقعات؟ كما تعلمون شهدت عديد الولايات الجزائرية الساحلية اضطراب نشيط الفعالية، خاصة الشرقية والوسطى والغربية منها. بلغت نسبة الأمطار المتساقطة 400 متر محليا منذ بداية شهر نوفمبر، وهي كمية معتبرة مقارنة بالمواسم الفائتة. هناك مصالح الأرصاد الجوية أيضا حذرت في نشرية خاصة من اضطراب جوي نشيط الفعالية يمس هذه المرة الجنوب الغربي للجزائر. إذن أترك ذات الاختصاص تقدم لنا أكثر تفاصيل. السيدة بركت الهوارية مكلفة بالإعلام والاتصال لدى مصالح الأرصاد الجوية. نعم، شكرا. بالفعل في حين تشهد المناطق الشمالية للوطن تحسنا مؤقتا، إلا وأن نشرية أخرى تحذير آخر من الدرجة الثانية بثته مصالح الأرصاد الجوية على المناطق الجنوبية الغربية للوطن. هو اضطراب جوي من نوع آخر سوف يخص منطقة تندوف وكذلك بن عباس بأمطار أحيانا راح تكون راعدة، إذا النوعية تختلف نوعا ما، والكمية المتوقعة إن شاء الله ما بين 20 إلى 40 ملم، ولكن محليا ممكن تتعدى حتى 50 ملم، وهذا إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس 6 مساء. سوف تستمر هذه الوضعية إن شاء الله لغاية صباحة يوم السبت. كذلك هذا الاضطراب الجوي سوف يزحف تدريجيا نحو منطقة بشار ليخصها أيضا بأمطار، هذه المرة ما بين 20 إلى 40 ملم، ولكن بداية من صباحة يوم الجمعة ويستمر بإذن الله لغاية صباحة يوم السبت. ما يخص يعني المناطق الشمالية للوطن، هل هناك اضطرابات جوية آتية في خلال الأيام المقبلة؟ إذن بالفعل بعد التسلسل الاضطرابات الجوية التي شهدناها، وكما ذكرت الكميات المعتبرة التي سجلت عبر شبكة الرصد لدول وطن الأرصاد الجوية، تحسن مؤقت متوقع إن شاء الله يوم الخميس، ظهيرة يوم الخميس، يستمر لغاية يوم الجمعة أيضا على أغلب المناطق الشمالية للوطن. في انتظار إن شاء الله يوم الأحد ممكن الوضعية الجوية تتغير تدريجيا أيضا، الأجواء راح تكون يعني غائمة، تكون مغشات أيضا، وممكن تعطي بعض الأمطار. إذا هذه الأمطار ليست بنفس الكمية وليست بنفس الحدة التي شاهدناها خلال الاضطرابات الجوية الأخرى بإذن الله. يعني فيما يخص هذه الأمطار
الأمطار المتساقطة مؤخرا على المناطق الشمالية، هل هي أمطار موسمية أمطار عادية؟ إذا فيما يخص يعني كيفاش نفسروا الوضعية الجوية، كما قلنا أن شهر نوفمبر كان متميز هذه السنة، بحيث حنا متعودين باش يكون هناك يعني اضطرابات جوية ولكن مش مترددة بهذه الطريقة. إذا لماذا؟ لأن الوضعية الجوية اللي عشناها السنوات الماضية هناك كان مرتفع للضغط الجوي دائما يمنع الهواء البارد باش يتسرب على المناطق نتاعنا، هذه المرة بالعكس، الهواء البارد هذا يعني وجد طريقه وأصبحت التيارات الشمالية وشمالية شرقية تأتينا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط تتشبع بالرطوبة ويعني تعطينا أمطار معتبرة على هذا الشكل. ما لوحظ أيضا أن هذه الأمطار كانت معتبرة خاصة على المناطق الممتدة على السواحل، يعني خاصة المناطق اللي نقولوا ساحلية وقرب ساحلية أين سجلنا فيها كميات معتبرة. تصنيف هذا يعني الوضعية الجوية نعتبرها أنها وضعية جوية غير عادية من حيث يعني التكرار في هذه الوضعيات الجوية. وكما لاحظت أيضا أن حتى التنبيهات كانت كثيرة جدا خلال هذه الفترة الممتدة من بداية شهر نوفمبر لغاية يومنا هذا. شكرا جزيلا لك سيدة بنركت على كل هذه التوضيحات. إذن هذه كانت آخر توقعات مصالح الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة. نعم زميلة سونيا قاسي، شكرا لك ولضيفتك السيدة هورية بنركت على كل هذه التفاصيل، ويبقى الحيطة والحذر مطلوبان في ظل هذه التقلبات الجوية. الآن إلى آخر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا بالجزائر، حيث سجلت 135 إصابة جديدة بالفيروس وثمان وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 79 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا وفي الملف الصحراوي، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات عنيفة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بمنطقتي الشيظمية وروس الصبطي بقطاع المحبس حسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية. من جهتها قالت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والمدافعة عن حقوق الإنسان أمينة حيدر أن المعركة الأسطورية التي تقودها المناضلة سلطان خي وعائلتها من داخل منزلها بمدينة بوجدور المحتلة ارتقت عاليا في سماء التضحية لترسم بمداد الفخر والاعتزاز والبطولة صفحة وضاءة سيخلدها تاريخ مقاومة الشعب الصحراوي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة والسلام عليكم.